بقول لحضراتكم هعلق بس على فكرة قبل ما أقدم لحضراتكم الحالة الإنسانية. الصبح أنت تصحى كده النهارده تلاقي كمية بشر عمالة تبعت لك تشير لك بوست في التشكيل الحكومي، يعني إيه؟ يقول لك إيه؟ بس ده ليك، بس ما تقولش. الحكومة النهاردة طلعت أو مصدر رفيع المستوى يعني طلع خبر بيقول لا صحة لما تم نشره وتداوله شكلا وموضوعا بشأن التشكيل الحكومي الجديد. كذبت البوست المتداول ده. أنا عايزة بس أتوقف عند حاجة أمام البوست ده. صحيح يعني التعديلات البوست الخاص بالتعديلات الوزارية والتشكيل الوزاري. الغريبة مش في البوست، يعني واحد عمل نفسه ان هو عارف كل الأخبار بقى وده من المطبخ، عارفين كلمة المطبخ، يقول لك ايه المطبخ بقى بيقول ايه وانت قريب من المطبخ وما عرفش ايه المطبخ ده وليه المطبخ يعني اختاروه من كل الشقة يعني. توقفت أمام البوست ده في فكرة ايه؟ إن الناس كلها على جميع المستويات، أنا كلامي واضح، جميع المستويات التعليمية والثقافية، ناس مثقفة عمالة تشير البوست تشير البوست تقول لك ده ليك أنت وما تقولش لحد وبتاع. كل اللي شيروا البوست مفيش واحد فيهم فكر يقرأ الأسماء بتاعة الوزراء الجدد دول اللي هم عمالين يشيروها. محدش كلف نفسه وقرا البوست ده قبل ما يشيره. توقفت انه زي ما بقول لكم كده اللي عمال يشير البوست مستويات على اعلى درجه من التعليم، اعلى درجه من التعليم، ومن المفترض ان هم مثقفين. ده لو واحد فيهم بس فتح البوست كده وقعد يشوف مين اللي في البوست، يعني هو مين وزير الخارجيه اللي جاي، هو مين وزير مش عارفة ايه اللي جاي، مين الوزير الجديد، اكيد هيضحك، مش هيشيره هو، اكيد هيضحك. بس احنا اشطر ناس في ان احنا نشير من غير ما نقرأ.